أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن حبا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رفقا وأنت لم تزل لذلك أهلا فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان. اللهم اجعل كل أمر عسير علينا يسير فتيسير العسير عليك يسير يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. للذكريات قيمتها بين الأمم والشعوب، فهي تزكي القلوب ولها أثرها في غرس العبر والعظات في النفوس. وصدق الله إذ يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعلى رأس هذه الذكريات ذكرى ميلاد حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسعدنا أن يكون معنا اليوم في حفلنا هذا فضيلة الشيخ عبد الناصر حرج، ومتحدثا فضيلة الشيخ عبد الرحيم قحيط، إمام وخطيب المسجد الأحمدي، ومعنا مبتهلا الشيخ أحمد زكي. ويسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ محمد عبد الموجود خليفة، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والمشرف العام على المسجد الأحمدي. أيها الإخوة الأحباب، وبخير البدء نبدأ مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المايك بتاعي حطتوش ليه؟ المايك بتاعي الهضم حطوش ليه؟ حطوش. ماشي حطوش. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحم الدنيا والآخرة، ارحمني في عندك يا رحمة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا و
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
جميل. يا مولانا وسامي كان يا مولانا حد عظيم الله يفتح عليك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله غفور سميع عليم
الله يفتح عليك.
الله. تاني يا عم تاني. فلما على الدين على الدين الله يحفظك. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم الله الله. فتقبل ربها بقبول حسن. فتقبل ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن
قبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها وكفلها زكريا الله يحفظك. وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا حاضر وكفلها Oh,
بتاعك مشكوك على رسم. اهلا وسهلا. اهلا بهرس كبير يا سيدي. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. يا الله الله يا سيدي. الله يسعدك يا دكتور. صلوا على رسول الله. طيب كمان زيدوا الصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طب نتم الآية. طيب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. الله 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 الله.
عليك الله عليك. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا رب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدن طيبة. إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله أكبر. قال كذلك
آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت يا مريم يا مريم يا مريم